هو المخيم ظل يعني ذكريات، يعني ذكريات الأولاد ولادي. هي يمكن سيئة ويمكن مليحة، يعني هذا كله ذكريات. يعني أنا جيت من درعا المخيم، لاجئ فعلا من الله ومن القصر. فتحنا محله وصرنا نشتغل أحسن ما نأخذ من الناس. بجيب يعني منعجن في الشغيلة كلها ماي، نيجي الساعة 6 بالربع، الساعة 7 المساء، 8 المساء، نشغل واحد بالليل. هذا الشاب على العجين، أنا على الخبيز، هذاك الشاب يخبز على هذا الفرن، أنا بخبز على هذاك. ابن خالي بيشتغل على الفتيحة، واحد بيقطع. أي أنا مرتاح كثير، برتاح يوم أخبز طعمي الشاب أفران هذا كيه. والله هو وضع مليح ومش مليح. يعني ما هو في ناس مرتاح وفي ناس مش مرتاح. والله في أحلام، يعني مرات بحلم أحلام مليئة ومرات أحلام سيئة. والله المرة دي يعني أول امبارح حلمت يعني إنه يعني راجعين سوريا، ولي ما جيش حر وانقضبت، قضبني جيش سوري، ما قدرت أفل. يعني أنا أركض وهم يسبقوا لي، ما يعني بالحلم ما قدرت أفل، يعني أتقضبوني بس قضبوني يعني فقت منهم. بدي اشتغل شغله، يعني تعود صار لي 5 سنين اشتغل مصلحه هواي، يعني ما عادش اتركها خالص.